أصعب قرار في الدنيا الاعتزال، خصوصا لما بيبقى بعد مشوار كبير من الإنجازات والبطولات. ضيفي النهاردة نجم غير عادي جوه النادي الأهلي، واحد من كباتن النادي الأهلي المحترمين، عمل إنجازات كبيرة جدا جدا وأرقام وبطولات مش أي حد يقدر يحققها. أخذ قرار الاعتزال، من وجهة نظري كان قادر يكمل، ولكن دايما بنقول لجماهيرنا وبنوعي جماهيرنا قرار الاعتزال مع النجوم الكبيرة لازم هو اللي بيختار التوقيت وعلينا كلنا نحترم قراره. هنسأله في أمور كتير جدا، كمان أسريا هنسأله عن ارتباطه بالنادي الأهلي جه ازاي وكل صغيرة وكبيرة من بداية مشواره لنهاية مشواره. أنا عارف قد إيه المشوار صعب، لكن دي سنة الحياة. خلونا قبل ما نسأل في أي حاجة نروح نرحب بضيفنا النجم الكبير، نجم كرة اليد وكابتن النادي الأهلي في كرة اليد، كابتن كريم السعيد. كابتن كريم برحب بيك. الله يخليك يا أبو شادي. كمان خليني ارحب بمدام اسماء، مدام الكابتن كريم برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. انت بتضحك قبل. انا دايما بقول جماهيري وكل ضيوفي في الكواليس ما حدش يتكلم قدامي، لكن انت الغريب النهارده قلنا لك هيبقى تكريم ليك ان انت تبقى موجود معانا تتكلم في كل حاجه، خصوصا بعد نهايه مشوار محترم وتاريخ كبير. قلت عايز وفريق العمل كان بلغني المهم جدا المدام تبقى موجود معايا لان دي شريكه النجاح. ايه اللي خلاك تقول كده؟ والله انا قلت كده لان هي تستاهل ده. هي الفتره اخر 5 سنين تقريبا، يعني انا لو حققت 17 18 بطوله في الفريق الاول، منهم مثلا 12 بطوله وانا متجوز او 11 بطوله وانا متجوز. فهي ما شاء الله. دايما اقول لها على فكره الكلمه دي يا كابتن شادي، انت وشك حلو عليا، انت وشك وش خير، بتتعب معايا جدا، بتستحملني وانا متعصب وانا جاي تعبان وانا خسران، بتبذل مجهود مرعب. انا شخصيا مش عشان هي قاعده، والله هي من افضل الشخصيات اللي انا شفتها في حياتي، حتى على مستوى الصحاب ما شفتش حد كده بامانه. يعني في الكواليس يا مدام اسماء، حضرتك قلتي دايما بتسيبي كريم بيظهر في البرامج كلها. أيوة. انا عرفت من الكواليس اللي انت قلتي له انت كل مره تطلع لوحدك مش تاخدني معاك ولا ايه؟ ليه قلتي له كده؟ ليه قلت له كده؟ لاني فخر ليا اصلا ان انا ابقى مرات كريم السعيد، فظهوره ليا، فظهوره اصلا في البرنامج ببقى عايزه ابقى معايا. بس يعني ما بتحبيش تسيبيه لوحده. لا هي دايما كابتن شادي تقول لي في اي برنامج خدني معاك، عايز اطلع معاك. النهارده خدتها معايا، مجرد ما دخلنا من باب الاستوديو ماشى ركبها بتخبط في بعض. طب يا بنتي ما انت بقالك فتره عايز اطلع معاك، عايز اطلع، طلعت معاك. طب خلينا عشان نشيل الخوف ده من البدايه نتفق على حاجه. انا دايما بقول جمله الحمد لله وصلت للناس كلها، ان قناه الاهلي دي بيت كل الاهلاويه. ده حقيقي. وكريم زوج حضرتك ده واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، خصوصا في لعبه كره اليد. فخلاص انت قاعده جوه بيتك، فالموضوع ما فيهوش خوف ولا احراج، وبنكلم جماهيرنا اكيد عن تاريخ كريم والقرار الصعب اللي هو اختاره. خليني كابتن كريم في البدايه اسالك السؤال التقليدي. تمام. نجم كبير حققت بطولات وانجازات، وفي عز اللي انت بترفع بطولات كتير بتاخد قرار الاعتزال رغم اللي انت كنت قادر، ليه اخذت القرار؟ هو بالظبط انا كنت فعلا قادر ان انا اكمل، وفنيين كتير كلموني قالوا لي انت قادر تكمل وشكلك كويس في الملعب، لكن في بدايل دايما. انت لما بتكبر في السن، انا مش صغير، انا عندي 35 سنه بشتغل في شركه، ما بقدرش اخد تفرغات من 8 ل 3، فانا قدامي دلوقتي وفي لعيبه واعده طالعه من تحت سنها صغير، فانا عندي بدايل. هل ابقى متواجد؟ انا متعود يبقى ليا دور. انا الحمد لله كنت فخور جدا ان انا كابتن فريق زي ده، جيل محترم زي ده بيحقق بطولات كتير قوي. وكان ليا الفخر ان انا او ابقى محظوظ ان انا ابقى متواجد معاهم. طب هل لو انا ابتديت اخد بطولات وانا دوري قليل جدا يكاد يكون مش موجود، بس هبقى موجود وخلاص لمجرد ان انا اسمي وراجل تاريخ وبتكرر؟ دايما في كلامي مع كابتن عاصم حماد او عاصم السعداني او مروان هشام، يا كريم انت قيمه، شكلك يهمنا. الجمله دي كانت بتتكرر منهم كتير. فانا كان قدامي بدايل. طب ايه هي البدايل؟ البدايل ابقى متواجد ودوري قليل. طب انا مش متعود على كده. طب انا راجل زي ما انت بتقول، يعني انا كان امنيه حياتي اخش النادي الاهلي واخرج، انا عارف ان في يوم هخرج لازم اسيب بصمه، ما ينفعش يبقى داخل النادي الاهلي وخرج زي النسمه كده ما حدش حس بيه. فالحمد لله البصمه ان انا الحمد لله اكتر كابتن في تاريخ اللعبه دي
كنتوا واكتب البطولات وانا كنت محظوظ يعني. نفسك ليها الشرف والله يا جدع. فان انا ده يحصل ده خلاني بقى في مسؤوليه شكلي مهم صح. ما ينفعش ان انا افرط في كل ده لمجرد ان انا عايز اكمل حتى لو وقتي قليل حتى لو دوري قليل ما ينفعش وانا كابتن فريق ما ينفعش. الواقع والصدق مع النفس هو اللي ساعدك في القرار؟ لعب دور كبير جدا. الموضوع ده بالنسبه لي لعب دور كبير جدا في اتخاذ القرار. على فكره انا متخذ القرار ده واول مره اقول الكلام ده من شهر رمضان اللي فات، وبصلي استخاره وبروح وباجي وبشوف البدائل كلها، بلاقي نفسي بستخر في النهايه للقرار ده، وانا الحمد لله راضي جدا الحمد لله يعني. تمام. اكيد وانت بتاخد قرار صعب زي ده اتكلمت مع مدام اسماء، شرحت لها، كان بيقول لك ايه يا مدام اسماء بصراحه؟ هو انا اولا في القرار دوت انا غير راضيه تماما عن القرار، لان فعلا كريم يعني يستحق ان هو يقعد في النادي سنتين كمان مرتاح. ان هو ما شاء الله اداؤه في الملعب الحمد لله يعني كويس جدا، بس وهو بيكلم معايا في القرار يعني بقوله يا كريم لسه شويه، ويقول لي والله يعني الحمد لله هو تاريخه في الملعب يستاهل ان هو خلاص ان هو يتوقف لحد كده، والحمد لله ايا كان في قراره الحمد لله. طيب لما اتكلم معاكي في حاجه زي كده ومفروض لحضرتك دراعه اليمين وهيرجع لك في كل حاجه، ما قدرتيش تقنعيه؟ الواضح اللي هو اقنعه. حاولت والله. لا حاولت. حاولت والله بكل الطرق ان انا اقنعه. اقتنعتي بكلامه؟ نوعا ما. وهو عشان كده اخذ القرار؟ عشان كده اخذ القرار. كابتن كريم كم سنة أنت مع النادي الأهلي؟ أنا دخلت الصيف بتاع سنة 92، وكان عندي ساعتها 10 سنين، مواليد 82، فالمفروض في 2017 أبريل اللي فات ده تميت 35 سنة. يعني أنت قعدت، أنت قلت لي دخلت 25 سنة. 25 ده عمر تأبيدة. يعني 25 سنة جوه النادي الأهلي؟ من 10 سنين لحد 35 سنة. كم بطولة مع النادي الأهلي؟ في الفريق الاول اعتقد 9 دوري، 3 كاس مصر، 4 افريقيا، 2 بطوله عربيه، 1 سوبر افريقي، ده الرسمي اعتقد يعني. حوالي 17. خدت كام بطوله وانت كابتن؟ وانا كابتن 4 يعني حوالي 12 بطوله تقريبا. 12 تقريبا. كابتن كريم اكيد 25 سنه بنتكلم على السيزون ده، اكتساح كل البطولات اللي دخلته فيها، ايه اسبابه؟ ما عدا كاس مصر. ما عدا كاس مصر، ايه اسبابه؟ ما خلي بالك كان كلنا كنا متفاهمين اللي حصل، راحة لمجموعه اللعيبه وفي بعض المباريات كنتوا مجهدين بشكل كبير جدا وكنا مقدرين ده للامانه، لكن في بطولات اول مره تدخلوها النادي، في بطولات فزتوا بشكل كبير جدا واداء مشرف، البطوله الافريقيه حاجه محترمه جدا، لكن السنة دي حصاد كبير جدا للبطولات. السنة دي بصراحة سيزون مش مسبوق، خدنا افريقيا ابطال دوري في شهر 10، وبعد كده خدنا افريقيا ابطال كؤوس في شهر 4، وسوبر افريقي مؤهل لكاس عالم اندية اللي هو اللي اتلغى، وخدنا بعد كده الدوري في اخر شهر 4، وبعد كده لعبنا في شهر 5 الكاس. كان خلاص الناحية النفسية، مش والله مش اجهاد، انا مش بحب اتحجج يعني، بس هو الكابتن عاصم كان بيوزع الحمل على الناس كلها، فما اقدرش اقول اجهاد قوي، والحمد لله ما حصلش اصابات غريبه غير هو احمد حسام على ما افتكر. فهو الناحيه النفسيه عارف مهمه جدا للرياضي، هو في ناحيه بدنيه وناحيه فنيه وفي ناحيه نفسيه. انا شايف الناحيه النفسيه دي الاهم، كنا شغالين عليها جدا، يا جماعه نقدر، يا جماعه نقدر، اخر بطوله ما حدش يفصل كده. فعارف برضو الناس، في ناس عددها مش قليل سنها صغير ما عندهاش الخبره الكافيه انها تدوس وتقرص. صح. اللي جاي مجهول بالنسبه لك، انت دي في ايدك النهارده ما تعرفش اللي جاي ده ايه. بس والله هم على قد ما قدروا يعني حاولوا يعملوا اللي عليهم، بس ما كانش فعلا في توفيق في قبل نهائي كاس مصر مع هليوبلس الحمد لله يعني. كان موسم حضرتك كنت بتروح الماتشات للكابتن كريم وكنت بتتابعي مبارياته؟ يعني مش كتير يعني، افتكر مرتين ثلاثه حاجه كده يعني. كنت بتتفاعلي ازاي؟ ما كانش التفاعل اللي هو القوي قوي، لان انا فعلا في الرياضه ماليش فيها قوي يعني، انا اندمجت في الرياضه بعد ما اتجوزت كريم، ده حقيقي حقيقي والله. بس طول عمرك بتشجعي الاهلي ولا بتشجعي؟ لا في الاهلي، لا الاهلي فوق الجميع طبعا. بصراحه انا كنت مقصر في الموضوع ده، هي كانت عايزه تيجي النادي كتير وتتواجد، انا دايما مكان شغلي
بحب افصل الناحيه العائليه دي. فكنت انا دايما في النادي في ضغط، في ضغط عليا، هي ممكن ما تحسش ده، في ضغط وفي توتر انا مش عايز ادخلها في الجو ده. فكانت دايما فاكره الماتشات اللي انت رحتيها للكابتن كريم تتفرجي عليه؟ جزيره كان ماتش الجزيره. عملوا ايه؟ ايه؟ عملوا ايه في الماتش ده؟ لا خسروا. لا خسروا في الماتش ده الزهور. بس كان لا كان الجزيرة يا كريم وماتش تاني، وماتش تاني الزهور بس كسبته يا كريم. في ماتش الجزيرة حقيقي فعلا كان كريم كان كويس جدا جدا في الملعب، لدرجة ان انا عيطت بعد الماتش ان هم ازاي خسروا، وكانوا فعلا معظمهم كانوا كويسين جدا. بس ما رحتش كتير يعني في النادي، ودي حاجه كويسه يعني. دايما الكابتن كريم اتكلم في البعض بيحب اللي هو يفصل ما بين شغل وعمل، حقيقي. وده بيبقى عشان تركيزه يبقى مفيش مش مشغول، وكل واحد بيبقى ليه سيستم في حياته، ودي حاجه تحترم من الكابتن كريم. عايز كمان اسال حضرتك، ومش هساله هو الطبيعي اللي انا اساله السؤال ده، اللي احنا قرار صعب جدا، قرار الاعتزال بعد مشوار كبير وفي نادي كبير بحجم النادي الاهلي. اتكلمتي معاه بكره في ايه؟ بيتفكر في ايه؟ وهو في ايه بيفكر؟ اكيد في إيه؟ اتكلمنا في كذا حاجه. إيه؟ يعني اتكلمنا في مجال التدريب، اتكلمنا في مجال الاعلام، اتكلمنا في كذا حاجه. بس يعني لحد دلوقتي ما اتخذناش اي قرار. يعني ليه اتكلمتوا في الاعلام؟ ايه؟ لان ده ملعبه. ما هو الواضح ان كريم جاي بخطه النهارده، جاي يتكلم في اكتر كابتن في البطولات، وجاي يتكلم في الاعلام، جاي يخلص. ما ينفعش يا جماعه، لازم اشتغل فيها. انت بتفضلي ايه لكريم بعد العشره الكبيره دي؟ حقيقي انا بفضله التدريب، لان هو فعلا اكتر حاجه فعلا بيستمتع فيها الهاندبول. يعني اكتر حاجه فعلا سعيد فيها قوي صاله الهاندبول، اول ما بينزل الصاله يعني كريم اسعد واحد في الدنيا بتهيالي. باللعبه اللي هو عاش فيها عمره، وتعامل مع مدربين كتير، اكتسب منهم خبرات اكيد. اكيد. كابتن كريم، انت قلت لي من شويه قرار صعب، اتكلمت مع الكابتن عاصم السعداني وكابتن عاصم حماد، استشرتهم. انا عارف كمان مدير فني بيحترمك جدا وبيحبك كمان، انت ما بينك وما بينه قصص كتير. قالوا لك ايه؟ والله هو الكلام كله كان رايح في اتجاه واحد، اللي هو انت قيمه، لازم نحافظ على شكلك، شكلك يهمنا. دايما الحته دي كانوا مركزين فيها. هم كانوا مع القرار ولا ضد؟ هم كانوا على الحياد، هم عايزينها تيجي مننا انا، يعني عايزين انا القرار يطلع مننا انا، واخد بالك؟ وانت ناصح طبعا. فانا ايه، انا اديب. فحاولت ان انا على قد ما اقدر اطلع اقصى حاجه عندي، ولازم يبقى ليا دور. والله مش بقول عشان كريم، المكان ده في مكان بناخد فيه بطولات وبناخد فيه بنحقق القاب، كابتن الفريق لازم يكون ليه دور، ما ينفعش يبقى ملوش دور، ما ينفعش يبقى مهمش. ده مش في مصلحه الفرقه، ولا في مصلحه الكابتن شخصيا، ولا في مصلحه الفريق. تمام. ان هو بيعتمد عليك، انت ليك دور جوه الملعب وليك دور بره الملعب. اللعيب هيسمعني ازاي لو انا ماليش سي، ماليش دور، ما حدش بيعرف يعمله في الملعب غير كريم. وانس ان دي اتسحبت منك، لازم تبعد، ما تفكرش في اي حاجه ثانيه. تسمح لي اقول لك على حاجه وانت بتتكلم؟ انا وصل لي حاجات كتير انت فكرت فيها. وهقول لك على حاجه، طبعا انت اكيد نجم كبير وقعدت سنين طويله، اكيد برضه، بس في بتستشير اسريا، زوجتك، امورك. بس انا شايف من وجهه نظري، خصوصا اللي احنا ما قعدناش كتير، بقى لنا 10 دقايق، انت خرجت من الباب الكبير، الباب العظيم اللي بتحافظ فيه على بطولاتك وانجازاتك، في وقت ممكن تخرج فيه وانت مكسور شويه، اللي انا مش قادر اجاري اللعب. فانت من وجهه نظري قرار سليم 100% رغم صعوبته يا كريم. ده حقيقي. انا ده كان يعني صليت استخاره كتير، والله واخد القرار ده من شهر رمضان زي ما قلت لك. القصه كلها زي يعني وصل لي احساس، يا جماعه احنا عاملين موسم استثنائي اللي جاي، وكان ليا الحمد لله كان ليا دور. يعني انا افتكر من ابرز اللقطات في الموسم اللي فات، مباراه الزمالك انا شاركت في اخر 10 دقائق، حطيت هدف خلانا فرق 2، فدخل فينا جون في اخر 20 ثانيه، فالحمد لله كسبنا بالهدف اللي انا حطيته وانا نازل في اخر 10 دقائق. فكان ليا دور كبير في المباراه دي اللي خلتنا نفرق عن الزمالك ونحسم الدوري، يبقى ليها دور في ان انت تحسم الدوري بدري شويه. فالحمد لله كان ليا دور، كان ليا شكل. الناس بتبص على الاسامي الكبيره، ده قادر ده مش قادر، بيحاسبوك. فانا راضي عن الموسم الاستثنائي اللي حصل، سواء على مستوى البطولات، والحمد لله على مستوى ان انا ليا دور.
الحمد لله. دي كانت مدام كنت عايز اسال حضرتك في البطوله السوبر الاخيره كنا بنتفرج عليها هنا في القناه اللي كانت امام نادي الزمالك. الزمالك. والبطوله دي انا كنت اعرف لكريم والكواليس اللي جالي اللي هو كان هيموت عشان يرفع الكاس ده بالذات، صح ولا ايه؟ البطوله الوحيده ما كنتش خدتها فعلا. تمام. احساس حضرتك كزوجه بعيد بقى عن ان انت بتشجعي كريم وهو بيرفع الكاس في اللحظه دي، حاجه بيتمناها وحصلت وهو اكيد كلمك اللي هو نفسه في البطوله دي، كان احساسك ايه؟ لا ده فعلا كان احساس رائع جدا جدا، يعني كان دموع. بالنسبه لنا كان دموع. ده حقيقي. حتى بنت صغيره يعني وقفت قدام التي في مامي بابي وكانت فرحانه قوي وعماله تتنطط، يعني عايزه اقول لك الفرحه كانت لاصغر فعلا حاجه عندنا. ولاد حضرتك كام سنه واساميهم ايه؟ جوري 4 سنين ونص ومليكه 2 سنين ونص. جولي؟ جوري. جوري، مش معنى جوري؟ الوردة الحمراء. نوع من انواع الورد اسمه ورد الجوري. مين اللي اختار الاسم؟ بينبت في لبنان. كريم اختار الاسمين. الاسمين؟ ده وانت كنت عايزه تسمي حاجة تانية؟ لا لا. بجد والله؟ لا والله. لا كنت عايزة، بص بالظبط كده هي بتمشي. لا 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 اقف لي بقى هنا، انت بتمشي ورا كريم في كل حاجة. لا ما هي لا ده حقيقي، هو كان بياخد آرائي فعلا في كذا اسم وفي الآخر استقرينا على جوري. احنا انا برشح مثلا اسمين وهي بترشح اسمين واحنا الاثنين بنختار، فهي كانت اختارت كارما لجوري واستخرين عليه وقلت لها فعلا كويس. بعد كده طلع اسم جوري، قلت لها طب ايه رايك في جوري؟ اقتنعت جدا. فبقت ده. لو هي ما اقتنعتش عشان الورده الحمراء. لو ما اقتنعتش كنت هرجع لكارما. الثانيه طب نسمي والله العظيم ده اللي حصل. الثانيه مليكه، ما رجعناش لكارما، قلنا مليكه، استخرت عليه ومشيت على كده الحمد لله. تمام. طب ومليكه؟ ما رجعتش لكارما، قلت ايه رايك في مليكه؟ قالت لي معناه ايه الملكه الصغيره. الله ده جميل جدا. خلاص جميل خلاص. بس انت بهدوء. انت ذكي في الداخله عشان ما يبقاش في نقاش بعد كده. لا هو انا ذكي لدرجه الخبث يا كابتن شيبي، يعني في خبث كمان مش ذكاء بس. لا هو دايما فعلا بيقول الكلمه دي وهو لا 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 ده اطيب انسان في الدنيا، اللي هي كلمه الخبث والكلام ده، ذكي لدرجه الخبث. لا لا خالص. وانتوا في الكواليس حسيت حاجة نمسك الخشب وربنا يا رب يخليكم لبعض، التفاهم الحب، وهو بيتكلم معاكي وانت كنت داخلة متوترة شوية، انا شفته من بعيد بيحاول الامور عادية، الكابتن شيري هيتكلم معانا انا شايفه من بعيد وسامعه. كمان التفاهم والحاجات دي كلها من اهم حاجة في الحياة، وانا شايف ان انتوا كل حاجة بترجعوا لبعض. ده حقيقي والله الحمد لله. من بقالنا 5 سنين متجوزين، 5 سنين ونص كمان الحمد لله. في ال5 سنين ونص كان في تفاهم. اي نعم، في مثلا مشاكل اي بيت في الكلام ده، يعني في الحلو وفي المشاكل والكلام ده، بس الحمد لله. بس التفاهم اصلا اساس الاسره بتاعتنا الحمد لله. ودي ربنا يا رب يبارك لكم في بعض ويستمر الكلام ده كله، وانا دايما بحيي الاسر اللي دمها خفيف والحاجات اللي انتوا عملتوها اكيد مش هفتن عليها قبل الهوا. معانا مكالمه دلوقتي مهمه جدا، هي ممكن تكون بعيده عن الرياضه شويه، بنحاول يا كابتن كريم يبقى كل الاطراف معاه، بس عامله معاكم خدمه غير طبيعيه. معانا اخت مدام اسماء الاستاذه امل، عشان هي كمان قاعده بالولاد دلوقتي، فهي صممت اللي هي تدخل وبتاخد حقها من النوم على الهواء. استاذه امل برحب بحضرتك. الو كابتن شادي. ايوه معاكي على الهواء، اتفضلي. ايه ازاي حضرتك؟ والله مش قادره اقول لحضرتك انا طالع عيني معاهم قد ايه. الحمد لله. ايوه قولي، احنا اتفقنا ان احنا في بيتنا في كابتن، مش عايزك تخبي حاجه، اتفضلي. اموله حبيبتي اهلا وسهلا. والله العظيم انا مش قادره اقول لكم منورين قد ايه. الله يكرمك. وكابتن كريم يعني مش قادره اقول لك، يعني كلنا بنحبك قد ايه، يعني كفايه انت بتحب تسيب الناس كلها. انت حافظه يا امل، مش فاهمه يعني. انت حافظه كلمتين. لا امل بتتكلم يا كريم من قلبها والله. انا عارف والله امل بامانه، يعني انا كنت حريص ان انا احط اسمها اي خروجه لينا، اي سفريه، اي حاجه، من بالذات من ساعه ما جت مليكه اسماء بيطلع عينيها مع الاثنين. امل مرعبه معاها بامانه، كتر خيرها يعني، قلنا نشكرها على الهوا، طلع عينيها معانا والله بجد. بصي انا هسالك سؤال، يعني هو مش منطقي اللي انا اقول كده بس لازم اقوله، والكلام دوت ببلاش ولا ايه؟ اصل كريم ولا كريم بيعمل ايه؟ بس الحقيقه يا امل لو سمحتي خليكي امينه. لا
لا وعم كريم بيخرجني طبعا، فانا لازم اقول كلام حلو كتير. ايوه قولي بقى، احنا عايزين نسمع الكلام الحلو، اتفضل. والله بجد انا مش عارفه اقول ايه، بس يعني عندي كلام كتير قوي يعني، مش عارف. لا ما تتكسفيش من حاجه، عادي يا امل عادي. خليني اقول لك على حاجه، احنا في حضرتك النهارده احنا بنتكلم كابتن كريم السعيد، هو كابتن فريق كره اليد واخد قرار الاعتزال، واكيد كلكم قريبين منه، وانا اعلم ان الكابتن كريم مرتبط اسريا بكل الناس، القرار اكيد صعب عليكم وصعب عليه، تقولي له ايه النهارده بعد الانجازات اللي الاعتزال ده اصلا خلاني انا شخصيا عيطت بصراحه. ليه؟ يعني والله العظيم انا من اكثر الناس اللي زعلت جدا ان هو اعتزل. ليه؟ ليه؟ يعني بحب دايما اشوفه في وسط الناس، في وسط النادي، بحب اتفرج على الماتشات بتاعته. هو كريم حياته النادي اصلا. هو بالنسبه لي صراحه هو يعني شخصيه محترمه جدا بين الناس، فليه مكانه كبيره عندنا. اسماء بتزعله ولا بتخليه مبسوط على طول؟ اسماء ده اسماء دي السيوه كلها والله العظيم. طيبه جدا. اللي هي فيها. طيب الله يكرمك يا اموله. ربنا يخليكم في بعض يا رب ويبارك لكم في مليكه وزوري. اللهم امين. استاذه امل انا بشكرك شكرا جزيلا. اخت مدام اسماء كريم مستغل شويتين. لا حقيقي، لا والله حقيقي تعبت معانا جدا امل دي، يعني انا اتجوزت اصلا وانا لسه ما اتخرجتش، وكانت هي اللي بتشيل جوري، وفي الوقت مثلا ان انا عندي فيه سكيشن او محاضرات او اي حاجه بس ف ودايما تقول لك دول ولادي، فهي بتحل محلنا لو احنا مش موجودين، هي بتحل محلنا، تقول لها دول ولادي مش ولادك انت. اه ده حقيقي. على فكره اقول لك الحاجه، يعني كلنا كده. واحيانا عايز تخرج لوحدك كده فما قدامكش حل، بتبقى اخت المدام موجوده. واهرب انا. يلا عيش واهرب. طيب كابتن كريم، كنت بسال المدام من شويه، اكيد بتاخد قرار الاعتزال، بتبقى بتشوف المستقبل فيه ايه؟ خصوصا عندك اسره واولاد، بتبقى عايز تامن مستقبلهم، عايز تشوف حاجه كمان انت تبقى نفسيا مرتاح فيها، قررت هتعمل ايه؟ والله للامانه حتى اللحظه دي لا. هما في اتجاهين، اتجاه التدريب واتجاه المجال الاعلامي. انا هدعم نفسي في، يعني هاخد الدورات المناسبه ليا في التدريب، وهاخد اي حاجه في التقديم الاذاعي او ابقى مقدم برامج او حاجه، وهشوف واصل الاستخاره واشوف الدنيا هتمشي بايه، لكن حتى الان مفيش حاجه واضحه خالص بالنسبه لي. اتكلمت اللي انت لو ما هو خلي بالك، انت الناس بتحبك جوه النادي الاهلي كمان. انا دايما مع مدرسه وبقولها بمنتهى الصراحه، اللي ليه اسم كبير جوه النادي الاهلي في كوره، في يد، في سله، في طايره، هو اللي ليه الاولويه، تعب، جاب بطولات، جاب انجازات، فتلاقي البعض بيستغرب اللي بقى اسم كبير هو ازاي. زي ما انت قلت على سبيل المثال، شفنا كريم النهارده مذيع في قناه النادي الاهلي، شفنا كريم بيدرب في النادي الاهلي، بقول لك كريم درب ليه؟ ده اسمه وتاريخه وانجازاته هي تخليه موجود قبل اي حد. متفق مع اللي انا بقوله ده؟ متفق، لان انت قضيت وقت، اكيد الوقت ده انت خدت معاه خبره. فانت مش موضوع اسمه وخلاص، لا انت راجل قضيت وعندك خبره في الفيلد ده، فتقدر، خاصه ده في مجال التدريب، بقالي 25 سنه بلعب الهاندبول وبحب الهاندبول، فاكيد هبقى فاهم، او على الاقل عندي الحد الادنى، والباقي يجي مع الخبره، مع الخبره التدريبيه يعني. دي ناحيه، ناحيه الاعلام انا الحمد لله خريج اعلام، فالموضوع بالنسبه لي مش بعيد. فانا ليا، شايف ليا ادفانتج في الاتجاهين، لكن هروح في انهي اتجاه؟ حتى الان انا صليت استخاره والاحساسي كله رايح للاعلام، للميديا، لكن ما اعرفش لسه، ما خدش خطوات ايجابيه. انت عشان تبقى مدرب اتكلمت مع الناس المسؤوله في النادي؟ ما اكيد لا حتى الان والله ولا اتكلمت ولا ليه حاجه. ليه ما اتكلمتش؟ يعني مستني ااهل نفسي الاول. انا بطلت كلاعب، خبرتي في التدريب زيرو. لازم اخد دورات تدريبيه واهل نفسي ونشوف الدنيا فيها ايه. كريم انت قلت لي 25 سنه جوه النادي الاهلي، اكيد هسالك سؤال بساله للنجوم والرموز دايما في الفقره اللي احنا بنكرم فيها نجوم، اتعلمت ايه في ال 25 سنه جوه النادي الاهلي؟ والله اتعلمت ان انا ما دام متواجد في مكان لازم انتمي له، وابقى عندي كل الولاء للمكان ده، ويبدا الانتماء لنفسي وولاء لنفسي الاول عشان اعرف انتمي للمكان ده. لازم كل يوم افايت واطلع اقصى حاجه عندي، طالما يعني مثلا لبست شورت وفانيلا ونزلت التمرين، لازم ما فيش حاجه جاي من الشغل، جاي تعبان، جاي مرهق النهارده، لازم تطلع كل يوم اقصى حاجه، تاخد حقك بدراعك. انت موجود في المكان ده لانك تستحق تبقى في المكان ده، ولازم ليك اسم لازم تحافظ عليه وتحارب عشان تحافظ عليه. اتعلمت كده مبادئ اعتقد ان هي مش موجوده غير في ممكن في النادي الاهلي، في نادي الزمالك،
في أندية تانية مش موجودة بنفس الحدة دي، فلا اتعلمت ازاي ان انت تبقى تطلع اقصى حاجة عندك، تسيب بصمة، يبقى ليك اسم، وبعد ما توصل لده تحارب انك تحافظ على الكلام ده. اما واحد قاعد 25 سنة اسأله سؤال بيتردد، يعني ايه روح الفانيلا الحمراء؟ روح الفانيلا الحمراء باختصار كده يعني بتلبس تيشيرت حمراء، تنزل الملعب بتشوف تيشيرت لونها مختلف قدامك، بيركبك 100 عفريت. يعني ايه؟ ده احساسي بجد، يعني انا بحس ان وانا نازل راكبني 100 عفريت، ما ينفعش اخرج خسران. ما ينفعش اخرج خسران، لو خرجت خسران ممكن يكون لمده ساعه بعد الماتش دي نهايه الدنيا بالنسبه لي، كده الدنيا وقفت مش ماشيه. فبلبس التيشيرت الحمراء وابص على الساعه او على السكور الاقي نفسي متعادل او خسران، والله بجد بيركبني 100 عفريت. ما تفهمش ايه اللي بيحصل، ان انت تغير الوضع ده لازم يتغير ما يستمرش. في كره القدم الاهلي بيتعادل الدنيا بتقوم ما بتقعدش على مدار التاريخ، خلينا نتكلم بصراحه. تمام. حتى النادي الاهلي حسم الدوري بيلعب ماتشات تحصيل حاصل، ملهاش لازمه وبيجرب الناس كلها هو ده عبقريه جماهير النادي الاهلي. من هنا هسالك، هل كره اليد لما بتتعادل مباراه او تخسر مباراه بتتعاملوا معاها ازاي؟ زي كره القدم كده كلعيبه؟ كلعيبه انت دايما بتخرج من المباراه انت عارف انت عملت ايه، يعني انت لو كسبت على فكره في ماتشات بتخرج انت راضي عن نفسك وكسبان، يعني انا كسبان وغير راضي عن نفسي تماما، مش شرط اخسر او اتعادل عشان ابقى مش راضي عن نفسي. فانت خارج من ماتش هو ده اللي بيخليك بطل الحمد لله، فانت بتخرج من المباراه انت عارف انت كنت كويس في ايه، واوريدي انت دارس الخصم والمفروض كنت تعمل ايه وما عملتوش وايه اللي كسبك فعملته وربنا كرمك بيه وكده. فلما بخسر او بتعادل اكيد في كارثه حصلت، اكيد في دور عطل، اكيد في حاجه اتعملت بنشتغل عليها بمنتهى الثقه، لان دي ناس كلها لعيبه دوليه ولعيبه مستويات عاليه، بيبقى في ثقه في التعامل وفي حته ان انت تقدر ان انت تقوم تاني. فما كانش في مشاكل خالص، حتى نخسر مباراه ثانيه الثالثه بنحس بقلق من الجهاز او قلق من الجماهير، بس بنقدر ان احنا نتخطى ده. مدام اسماء، الحياه مش انتصار على طول، لكن النادي الاهلي علمنا، انا بقول جمله دايما، النادي الاهلي اثر في حقنا، فالبعض يقف يستغرب يعني الاهلي ما اثرش مع حد. الاهلي اللي علمك الفوز ما علمكش ان الرياضه فيها تعادل وفيها هزيمه، هو علمنا الفوز فقط. فاسلام ككابتن الفريق بيتحمل مسؤوليه مع المدير الفني، المفروض اللي هو دراع يمين المدرب، وفي الرياضه كده. لا وقت الهزيمه او وقت التعادل اسلام او انا اسف كريم بيروح البيت بيتعامل ازاي؟ بيبقى عصبي؟ بيبقى متضايق؟ بيتعامل ازاي جوه البيت؟ لا هو حقيقي كريم فعلا لما بيدخل البيت ايا كان هزيمه او مكسب فعلا بيفصل، لان هو يعني في الملعب حاجه وجوه البيت حاجه. بس احيانا يعني الواحد ما بيقدرش يتمالك من الضغوط اللي موجود، اوقات ممكن بيبقى موده مثلا متغير تماما، فانا عارفه مثلا بيبقى كده بنتجنبه، بنقعد مثلا لوحدنا ولا حاجه وبعد كده هو خلاص يعني بعدها بشويه تمام ما فيش اي مشكله. كابتن كريم، في حياه كل نجم بيبقى فيه صعوبات، ايه اصعب موقف ليك في تاريخك مع النادي الاهلي متأثر بيه على الأقل نفسيا انت مش قادر تنساه، موقف صعب؟ موقف مشكلة يعني ولا موقف عامة في لعب او ممكن موقف عامة انت متأثر بيه زعلك ضايقك مش قادر تنساه؟ هو والله هو في موقف كتير، بس هو يعني اقرب موقف او اقوى موقف انا أثرت، عارف خرجت عن الخط بتاع الكنترول اللي انت تبقى عامل كنترول على نفسك، مباراة النجم الساحلي اللي حصل فيها احنا كنا خسرنا السوبر الافريقي منهم فرق هدف، وكان في المباراه كان لازم تتلغي، كان في غاز اتضرب وما كناش شايفين وناس دموعها ثابت وحصل يعني مش شايفين من كتر الغاز اللي دخل في الصاله مش شايفين الناحيه الثانيه، والمفروض امنيا وكل حاجه المباراه تتلغي لصالحنا، ما اتلغتش واتكملت وخسرنا. فكنت متضايق جدا من الظلم، يعني انا عامه مش بحب الظلم ما بستحملوش. عملت ايه؟ كنت متوتر جدا. بدأنا البطولة بعديها بطولة افريقيا ابطال الكؤوس بعديها باربع ايام، وكان قبل النهائي. تمام اتفضل. وكان قبل النهائي مباراة النجم الساحلي وكسبنا في اخر 10 دقائق، كان خلاص تقريبا فرق 4. اتفضل. فرق 4 وخلاص هنكسب، فخرجت عن الكنترول بقى، ابتديت ان انا اتعامل مع اللعيبة هم يشتموا فانا اشتمهم واتعامل مع الجمهور.
هم بيشتموا فينا، فاحنا ارد لهم اقول لهم عيطوا انتوا خسرانين وهتخسروا دلوقتي بقى 10 دقايق وهتخسروا البطوله. وخرجت عن النص وحصل ازمه وحصلت خناقه، كابتن عاصم محمد خد 4 غرز في وشه تقريبا فوق عينيه بسببي. الغريب الموقف ده ان انا خرجت زعلان جدا من نفسي. اسلام حسن دماغه متعوره، هاني هشام دماغه متعوره، محمد ابراهيم مصدع من بنيه خدها في وسط الخناق، ناس كتير قوي وانا خارج اتضربت، خدت بنيتين في اول خناقه، كابتن عاصم متعور، كل ده بسبب ان انا ما عملتش كنترول وانا كسبان. ولولا ان الشرطه في تونس قويه وقدرت انها تفصل الجماهير كانت هتبقى كارثه وانا السبب. فكان عندي تأنيب ضمير مرعب، انت ازاي تعمل كده وانت اصلا كابتن فرقه؟ جه كابتن عاصم حماد بيهديني بيقول لي هم اللي غلطانين مش انت، واهدى وركز في المباراه النهائيه. قلت له انت اتعورت في عينك؟ فقال لي لا دي مالكش دعوه، دي جت كده، دي العصايه جت غلط وبتاع، وانا شايف ان في لعيب ضربه من لعيب منهم من النجم، وهداني خالص وخرجني بره المود وكسبنا وخدنا الكاس وروحنا. اتعلمت ان انا كنت اكيد هقول لك المقابل بتاعها اكيد بيبقى فيه. اسعد لحظه في حياتك مع النادي الاهلي كانت ايه؟ اسعد لحظه والله لحظات كتير قوي. يعني كل لحظه كنت باخد فيها برفع فيها بطوله كنت بحس ان دي اول بطوله ليا. يعني خدت دوري اكني ما خدتوش قبل كده، خدت افريقيا اكني ما خدتهاش قبل كده، بس الاخيره دي اللي هي السوبر الافريقي كانت كل مره نروح نخسر فريق واحد، يحصل حاجه غريبه، يحصل ديرت جيم معانا يقعدونا في مدينه تانية مثلا قبل الماتش، نسافر ساعه قبل الماتش والجو ده. بس السوبر افريقي الاخير ده اعتقد كان بالنسبه لي مميز جدا. الكابتن كريم هو بيتكلم كان بيتكلم على الكابتن في الموقف ده، كان الكابتن عاصم حماد او الكابتن محمد ابراهيم، فريق العمل يحاول يجيب لنا الكابتن عاصم حماد او الكابتن محمد ابراهيم، مهم جدا نسمعهم في الحكايه اللي حكاها الكابتن كريم. كل حد عنده سلبيات وايجابيات، انت قلتي ايجابيات، ايه الايجابيات وايه السلبيات في شخصيه كريم؟ انا 5 سنين ونص حقيقي مش شايفه سلبيات في كريم. يعني لحد حاليا انا ما شفتش السلبيات. انا شايفه الحمد لله فعلا ايجابيات، وحقيقي حقيقي عشان ما حدش بيقول ان انا بجامل او الكلام دوت، لا 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 مش مجامله، ده حقيقي والله. ايه الايجابيات الحمد لله اللي عندك؟ هو الشخصيه فعلا يعني إيه الإيجابيات طيبه اللي جدا. ايه الايجابيات اللي عندك؟ هو فعلا انسان طيب جدا جدا، خلوق جدا، كريم جدا جدا مع اهل بيته وخارج اهل بيته، ده حقيقي والله. عنده ايجابيات كتير، بس يعني لما اتحط في موقف زي ده اكيد الواحد يعني مش هيفتكر. هو اتفضل يا يعني شادي. هي بص هي بتجامل دلوقتي. لا ده حقيقي والله، لا مش مجامله. واوقات برجع عصبي وهي واوقات ببقى هي مش غلطانه وانا من كتر عصبيتي مش شايف، لا انا شايف انها غلطانه، هي تهدى وتاخد جنب وبعد ما اهدى بعد كده باخد حقي. ايه ده انا عامل مصيبه وتقولي ان انا مش غلطان؟ لا بعد كده باخد حقي. إيه فبضطر طبعا اصالحها. ما ده ذكاء مني برضك. المصالحه دي غالبا بتبقى حاجه ذهب تقريبا، ما بتبقاش غير بكده. فببقى كير قوي ان انا ما اغلطش تاني عشان هزعل بعدين. ده ذكاء مني كريم. انت اللي بتورط نفسك معايا، انا ما بعديش الهوا. انت قلت لي بضطر اروح اعمل ايه؟ اغرم. بتعمل ايه؟ ذهب. هو ايه السر اللي بيحبوا الذهب بجد؟ انا سالت السؤال ده مش عارف، هم بيحبوا ده. هي الفكره مش هم بيحبوا ايه، الفكره هي فطره سبحان الله. ده توريث. هي الفكره انت تشوف هي بتحب ايه وتعمله لها. ايه اللي بتحبه؟ ايه اللي انا زي ما زعلتها لازم تفرح دلوقتي. فهي بتحب ايه اللي بيفرحها؟ 1 2 3 اعمل اي حاجه من 1 2 3 من ضمنها بيبقى الموضوع ده. طب خلي بالك، هو من ضمن الحاجات خلي بالك ويرجع من التدريبات عايز ياكل اكله حلوه وبتاع. اخبار الطبيخ معاك ايه؟ يعني بتعرفي ولا بتعرفي؟ مرعبه. ها ما شاء الله يعني. بجد والله مرعبه يعني. كل اللي كل فعلا من الاكل قال شاطره في الاكل. كريم بيحب ياكل من تحت محشي ورق عنب وبط ورقاق، يعني ده من اسعد حياته لما يرجع ويلاقي محشي ورق عنب. بقول لك بنسى كل حاجه. ده كده يبقى مش اكيل. لا مش اكيل والله. ده كده يبقى عالمي مش اكيل. كريم لا مش اكيل خالص. انت كمان بيعرف يطبخ كمان ولا لسه؟ لا خالص. ها خالص. انا بعمل بخش اعمل شاي ونسكافيه بتزعق. لا خالص. لو دخلت اعمل شاي ونسكافيه بتزعق لي بجد والله. والله العظيم طبعا بتزعق. هو كفايه عليه خارج البيت. انا بقى تخصص داخل البيت. بيحب ايه تاني غير الاكل ده؟
غير الاكل ده سندوتش شوكولاته. حلاوه الشوكولاته. حلاوه الشوكولاته. عشان كده لقيناه السنه اللي فاتت زايد جامد جدا. هو ده السر. كريم اكيد قعدت 25 سنه عاصرت اجيال كبيره. مين قريب منك في اسره كره اليد؟ هو المشكله في الاجيال الكبيره؟ كله. مين كان اقرب لغايه النهارده، سواء قديم انت اتعاملت معاه وبتستشير وبتتكلم معاه، او سواء من الجيل الحالي؟ لا، اقرب واحد ليا محمد ابراهيم. في الفريق محمد ابراهيم، انا يعني بحس ان هو محمود اخويا التوامي. انا ليا اخ توام اسمه محمود، ولعب معايا في النادي الاهلي، ومن 2004 مشي او 2005 مشي، راح نادي الشرطه ومنه النادي الجيش القطري. فمحمود بحس اوقات ان انا وانا قاعد بتكلم مع محمد ابراهيم ده محمود اخويا، لدرجه انه فاهمني ومرعب، ولو انا كدبت او بحور تعالى بس تعالى اقعد والموضوع كذا مش كذا، اقول له طب ماشي بس. فهو فهمني بطريقه مرعبه. طب وانا لا فاهمه. كلمته في قرار الاعتزال؟ كلمته. ما كانش معايا. امتى؟ توقيت امتى؟ انا بقالي في القرار ده شهرين ثلاثه. محمد رايه زي راي فنيين كتير او زي راي زوجتي، ان انا لسه عندي. بس انا ماشي، انا لسه عندي، بس بالنسبه لي انا الفيجن بتاعتي انا بمقاومات، ما تقلش من اسمي وما تقلش ان انا مش بمثل نفسي. انا سمعه فرقه واجهت فرقه واخدت كل حاجه بالظبط، زي ما حضرتك قلت خارج كسبان وموسم تاريخي، فزي ما تقول خارج من الباب الكبير، دي حاجه انا محظوظ فيها يعني. مش بص، انا هقول حاجه، حتى في كره القدم ما برضاش اتدخل ابدا مع اي نجم، هو اللي يقول قرار اعتزاله امتى. انت تختار بقى تخرج من الباب الكبير، يتقال عنك مش قادر، تتهاجم، ما خلي بالك ما النادي الاهلي نادي جماهيري بالظبط. عايز تقعد تقعد وانت بكامل لياقتك، قادر تجاري الشباب اللي طالع، تجاري بالزبط. تقاتل يبقى ليك مكان، انا ما اقدرش تفرض على حد، لكن انا بتكلم على الحاله اللي قدامي، ما دام انت بتتكلم معايا وبتناقشني فده خروج من الباب الكبير، خروج لله. مشرف، خصوصا وهو ده اللي هكلمك فيه، ايام لما كان فاكر ايام زمان لما الجماهير كانت بتحضر. فاكر ايام زمان، اصل احنا مفتقدين الجماهير. جدا والله، بيعملوا اجواء جميله والله. تاخد الكاس ترفعه مع زمايلك وترفعه فوق معاهم، ليك لقطات كتير كده كريم. انا كنت بحبهم جدا والله. على الرغم ان هم ليهم اخطائهم، بس هم معظمهم شباب صغير وبيحب النادي وهو مغمى عينيه. صح. فتغميه عينيه دي بتخليه يخطا ويتجاوز، بس هو مش شايف انه بيتجاوز، هو شايف انه بيحب النادي وليه الصلاحيات انه يعمل اي حاجه. فلا كانوا ممتعين جدا. في على فكره فيهم كتير اصحابي قريبين مني جدا من الجماهير، من الالتراس كمان تحديدا، ليهم ليا ناس صحاب فيهم كتير جدا بيعشقوا النادي. بيعشقوا النادي اكتر من اللي عشت فيه مثلا 25 سنه، ده حقيقي. وانا خدت منه شهره وفلوس وكل حاجه، هو ما خدش منه حاجه وبيحبه اكتر مني، فدي حاجه دايما بتخليني انا ككريم احب لهم، اتغاضى او اغض الطرف عن اخطائهم. انت تعرف اللي انا اول مره اقول لحد كده من ضيوفي، انا يعني متعايش معاك، ولا حاطط اسئله قدامي ولا اي حاجه خالص، انا بتكلم وعارف احساس النجم الكبير وهو بيعتزل، وعارف هو عايش في ايه. انا هقول لك حاجه بصراحه، وخصوصا في الجمله اللي انت قلتها، والله ما ليها علاقه بجماهير ولا حاجه، انا فخور بيك وانت بتتكلم جدا دلوقتي في الجزئيه دي. عارف ليه؟ قلت جمله قلتها هنا كتير جدا على مدار سنتين او ثلاثه او اربعه داخل قناه النادي الاهلي. قلت اخذنا شهره، اخذنا نجوميه، لكن اللي بيحب الاهلي ما خدش مكافاه، جاي هو معمي عينه وبيحب الاهلي فقط. بالظبط. فانت بتقول حاجه عشان عشتها بقولها بصرح بيها الناس، فعشان كده قلت لك انا فخور بكل كلمه انت بتقولها. اقول لك كابتن شادي على موقف انا شخصيا دمعت فيه، ده حقيقي. كنا راجعين من افريقيا وكنا خسرانين، وحصل استقبال لينا لان احنا كنا حامل اللقب وخسرناه. فتجاوزوا في المطار والولاد غلطت فعلا، وفي عربيات اتكسرت، وفي كان ليهم يعني رصيف كده ما يعدوش عدوه، ومش ببرر الغلط، هم غلطوا. وحصل ان هم في 25 واحد اتحبسوا في الفتره دي. فانا قلت يا جماعه احنا خسرانين والناس جايه لنا، فقلت لا لازم اروح لهم وادي النطرون واروح ازورهم. عرفت مواعيد الزياره فين امتى ورحت لهم. خدت في مره رحت تخرج لي ولد منهم، هم ما خرجوهمش كلهم، خرجوا اثنين او ثلاثه. انا رايح باسم الفرقه بعتذر لهم يا جماعه احنا خسرانين وانت حصل لكم مشكله، فحتى لو انت غلطان صاحبك على عيبه ولازم ابقى معاه في الوقت ده. فرحت له معلش يا جماعه احنا حقكم علينا ومش قادرين نساعدكم، يعني انتوا جوه مش قادرين نساعدكم وحقكم علينا، وان انتوا تقولوا لنا احنا خسرانين على دماغنا من فوق. لقيت ولد خارج لي باين عليه انه محلوق له شعره،
وباين عليه سوء التغذيه وخاسس، وبيقول لي انت مجيتك دي على دماغي مالكش دعوه، كنا ده على دخلة عيد على فكره. قال لي ولا يهمك، المهم ان انتوا تبقوا كويسين وتعرفوا ان احنا بنحبكم. واحد ساب بيته في عيد وخاسس وكل حاجه ومش شايف غير انه بيحبنا وكويس ان انت جيت لنا وعنده بالدنيا. دي اثرت فيها ساعتها جدا، قلت لا بيحبوا النادي فعلا. يعني بيعشقوا النادي. ممكن يتحمل اي صعوبات في حياته هو ما شافهاش قبل كده عشان يعشقوا النادي، وهو ده اللي بنحاول نوصله. ده بالنسبه لي حاجه غريبه. عشان معانا مكالمه مهمه جدا ونرجع للموضوع ده، انا عايزك انت اللي تقول الو، لان لو ما عرفتهوش هو اكيد هيزعل بجد. لا هعرفه طبعا. الو، علي صوت. الو كيمو. الو كيمو هيما. لا لازم اصحى مرتين. الحمد لله هيما. منور يا كيمو. حبيبي هيما حبيبي. طبعا بس على كابتن شادي الاول، وطبعا على كابتن كريم. معلش يا كابتن شادي بقى في الحته دي، احسن كابتن كريم، احسن كابتن في النادي الاهلي. لا ده اكيد احسن كابتن اكيد. صاحب يعني القاب مع احترام الكباتن كتير في الهاندبول، يعني ناس كلهم عزاز على قلبنا وناس محترمين، لكن فعلا كريم يعني سطر اسمه بحروف من ذهب زي ما الناس بتقول يعني في النادي الاهلي وفي مصر بصفه عامه وعلى مستوى افريقيا، كانجازات عملها او ككاسات رفعها او دوريات او القاب افريقيه او عربيه حتى، يعني ان شاء الله عليه يعني نتمنى له طبعا التوفيق في. هو انا هيما انا مش بلعب تنس، مش بلعب لعبه فرديه، انا محظوظ انا اكتر كابتن عشان انا في وسطيكوا وفي وسط جيل مميز، ولازم كابتن فرق مميز. ده كلام جميل طبعا يعني. وكل حاجه، لكن هي هما بيتعبوا وانا باخد حقيقه ولازم تتقال، لازم الناس كلها تبقى عارفاها. يعني اللي ما يعرفش، لو انا بتكلم عن الناس اللي في مجال الهاندبول عارفين الكلام ده كويس جدا، لكن انا حابب اقول الكلام ده ولازم الناس تعرفه، ان في ناس كتير مش متابعه الهاندبول، لازم يبقوا عارفين ان في ناس يعني في رموز، زي ما في رموز في الكوره في رموز في كل لعبه، يعني زي ما في رموز في الباسكت، في رموز في الهاندبول طبعا. كل دول لازم الناس تبقى عارفاهم كويس جدا وتقدرهم زي ما بيقدروا اي حد تاني، لكن ده حقك وانت لازم تاخده. انت اي نعم كان فاضل لك سنتين ثلاثه على الاقل يعني في اللعب، لكن انت حبيت تخرج من باب الكبير، وهي دي الناس الكبيره دايما بتحب تعمل كده. كانجازات ما تقلش عن ابو تريكه او بركات او الناس دي بطلت في عزها، وده دي هي قمه نجاحهم. كابتن محمد ابراهيم، اكيد كمان انت واحد من نجوم فريق كره اليد ونجم كبير، وخلي بالك في لعيبه بتبقى كتير بتلعب، لكن في لعيبه بتبقى مؤثره وبتحفر اسمها بحروف من نور داخل النادي، وانت منهم يا كابتن محمد. عشان نديك حقك على الهواء، اللي انا كمان عايز اقوله لك، الكابتن كريم من شويه واحنا بنتناقش معاه قلت له مين اقرب حد ليك، قال لي كابتن محمد ابراهيم، انا استشرته في القرار. وانت كان رايك ضد اللي هو يعتزل دلوقتي، ايه الاسباب اللي كان رايك كده؟ والله بص، هو كريم يعني فلسفته مختلفة، يعني دايما انا اقعد يعني اقعد ياخد رايي في كل حاجة زي ما هو قال كده بالظبط، لكن هو بيعمل حاجة مهمة هو عارفها وزمانه بيضحك دلوقتي، انا مش بتفرج بس انا عارف هو رياكشن بتاعه، يقول لي خلصت كلام، اقول له يقول لي انا مش مقتنع بأي حاجة اللي انت قلتها، ويشوف انا هقول له يمين وهو يعمل شمال على طول. انت خلصت الكلام؟ اقول له عارف الرد بتاعه يعني. فهو كريم ليه فلسفة، هو وجهة نظره ان هو راجل عمل انجاز كبير مش السنه دي بس على فكره، ده على مدار ما شاء الله تاريخه، حتى من قبل ما نطلع درجه اولى وهو كريم ما شاء الله، ان كريم بيلعب درجه اولى من 2002 او 2003 يعني على حد ما اتذكر، ما شاء الله في مكانه ثابت نفسه يعني، مع يعني عدى عليه اجيال يعني، بتكلم بمنتهى الامانه، ما شاء الله حافظ على مكانه ومحافظ على مستواه وعلامه في كل سنه لازم يعني علامه فارقه في معانا في الانجازات اللي بتتعمل، او حتى لما بنخسر بيبقى ليه دور مهم ان هو الفرقه ما بتنهارش، يعني الفرقه دي في كذا سنه حصل لنا كبوات كتير جدا، لو احنا الفرقه ما فيهاش حد زي كريم او حد من الناس الكبار الفرقه دي كانت انهارت، وحصل لنا زي ما بيحصل ناس كتير ممكن ننزل نلعب في حاجات مش كويسه، لكن كنا لاخر وقت بنبقى محافظين على كيان الفرقه وبننافس على اي بطوله بنخشها حتى واحنا فتراتنا اللي مش كويسه. فده بيرجع طبعا لان في وجود ناس زي كريم كابتن فرقه، بيبقى ليه كلمه، ليه مواقف مع ناس، ليه مواقف مع الاداره، فطبعا ده يعني حاجه لازم نقولها. كابتن محمد، كريم اعتزل خلاص واخد قراره وخرج من الباب الكبير، وهو كان بيقول ان انتم مرتبطين ببعض جامد جدا في كل حاجه داخل الملعب وخارج الملعب، وهو الراجل بصراحه قال الكلام ده كله ومعناه المتاثر بيه. النهارده انت هتنزل التدريبات، كريم مش جنبك، احساسك هيبقى ايه؟
هي المشكله مش في التدريبات كمان، المشكله في الاوضه، انا بقعد معاه في الاوضه. انا بقول له كمان مشكله كبيره، انا بقول له انت العب مع مين قول لي يعني، يعني على الاقل انت مش انت العب مع مين؟ طبعا دي مشكله. لا طبعا يعني انا الفتره دي مصاب، فمش حاسس لسه بالحته اللي حضرتك بتتكلم عليها، يعني لسه باهل قدامي لسه شهر ولا حاجه، لكن انا عارف طبعا ان الملعب لعب من غير كريم بامانه والله، والكلام ده مش رياء ولا نفاق، وعارف الكلام ده كويس، وده مش شعور انا، ان كريم يعني القصه مش قصه ان كريم كابتن فرقه او لعيب كبير فرقه، لا كريم اصلا يعني بيعمل بهجه في المكان كده، يعني وجوده هو شخص زي ما انت شايف كده جميل. طب انا عايز اقول لك على حاجه، المدام معانا، مدام اسماء معانا، مدام الكابتن كريم السعيد. طبعا اكيد منوره، انا والله مش بتفرج، فانا مش انا اسف مش مش يعني ما قلتش عليها، انا اسف جدا. طبعا هي منوره، واكيد ادام كريم ما شاء الله وصل للي هو وصله ده، اكيد بيبقى بدعم من اسرته، سواء والدته طبعا لان انا اعرف والدته كويس، ربنا يديها الصحه، وطبعا اكيد زوجته، لان مفيش بني ادم بينجح غير لما يكون في حد في البيت مهيئ له جو كويس. بس انا عايز اقول لك بقى، ما انت ايه، انا قلت لك نص السؤال، النص الثاني كريم معروف اللي هو صاحب خفه دم، دمه خفيف، ملتزم الصمت تماما في وجود المدام، ايه رايك؟ ده بقى انا مش عايز اسيح بقى، مش عارف. لا بس كريم ما اعرفش عنه كده بصراحه، يعني المفروض في الموضوع بنتكلم كتير في موضوع الصمت وعدم الصمت او موضوع المدام ومش المدام، لا كريم المفروض انه كويس، المفروض لا انا اعرفه يعني. عزمك في البيت ولا لا؟ لا نعم. عزمك في البيت عنده ولا لا؟ لا ما عزمنيش ولا مره. ده دلوقتي لو سمعت شويه الاكل اللي اتقالوا، ده انت كنت ايه، كنت مش هتمشي من عنده. لا ما هو بيبان في الراحه لما بنقعد شهر كده مريحين الحقيقه، لما بيرجع بنعرف كريم وصل لكده ازاي يعني. كابتن محمد ابراهيم انا بشكرك شكرا جزيلا، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيسطروا اساميهم بحروف من نور ومنتخبنا الوطني، انا بشكرك شكرا جزيلا على المكالمه القيمه دي. الواضح اللي هو بيحبك جدا. هيما حبيبي. ومش معنى الاختلاف في الراي، هو اكيد محبك تبقى موجود، لكن انا برضو مصمم من خلال الحلقه النهارده، ده درس لكل نجم، والله يا كريم انت جاي في توقيت من غير ما نحسب لها، درس لكل نجم، اخرج من الباب الكبير واسمي مرفوع ببطولاتي بانجازاتي، مع احترامي لزمايلي، مع احترامي الناديه، مع احترامي لمدربيني، بعيد من اللي انا اروح لقصه تبقى صعب عليا الامور شويه، اللي انا جاري موضوع وانا ما بتكلمش على حد، انا بتكلم على واقع انت معايا دلوقتي وانت بتحكي، انت واخد قرارك نابع منك في عز تالقك، وانت بنتكلم السنه دي انجاز بمعنى الكلمه، 4 بطولات، انجاز تاريخي بمعنى الكلمه. كنا بنتكلم على اهم البطولات اللي انت حققتها، قلت لي منها بطوله السوبر السنه افريقي. السوبر افريقي. انت المباراه دي وانت بترفع الكاس، المفروض اللي احنا لما بنكسب بطوله نضحك ونبقى سعداء، انت اول ما رفعت البطوله دموع وحزن. بص انا لما بفرح قوي بعيط يعني. ده ما اعرفش السيستم ده ايه يعني. لما بفرح قوي بعيط، ولما بزعل قوي بعيط يعني. وانت بتاخد القرار ده عيطت؟ هرجع للموضوع. طبعا. بجد والله؟ طبعا. بس انا عندي الموضوع العياط ده يعني، انا متخزن عني ان هو انكسار او حاجه زي كده. دمعتك قريب؟ لا مش قدام حد. ما بحبش يبقى في انكسار قدام حد، اخش الاوضه بتاعتي، اشغل التكييف، اطفي النور، اعيط براحتي، ما اقعدش قدام حد. وقدام المدام؟ لا ما بحبش، ما بحبش بجد والله. خرجها من الاوضه. طب انتوا ليه نبهتوا عليا؟ اوعوا كريم يحصل كده، هتبقى مهزله. دي اسماء، دي اسماء اللي بتعيط مش انا. بجد والله. خليني اقول لحضراتكم، ما سالونيش في اي حاجه، واول ما دخلوا لقيت حوار كده، المدام ممكن خايفه شويه، دي الامانه اللي حصل. بس اول حاجه، اول مره حد ينبه عليا في اي حاجه في البرنامج من ساعه لما اشتغلت، قال لي الموضوع ممكن اكون لسه متاثر بيه وممكن يحصل على الهوا. انا ما بحبش اكذب على حد، اقول الحقيقه، وعمرنا ما نعمل كده ونستغل موقف. انا عارف القرار صعب قد ايه احيانا كريم، ومدام بندردش في بيتنا، احكي لكم واقع معايا انا شخصيا. بعد ما خدت القرار، انت طول حياتك لابس التيشيرت الاحمر ناوم فريق اول، وصعب جدا ان انت قرار او تمشي، خلاص سنه الحياه ومشيت. عارف اول حاجه بتتعمل ايه؟ يشغل لك اغنيه في البرامج، ست فراغ كبير. ست ولازم تعيط، عارف انت اللي هو، وانا متنبه عليا من زوجتي ومن كل اصحابي القريبين مني، اوعى تستسلم. لا الكبير
اللي ما عادش في موقف ده يبقى قابل بقرار اللي هو اخده ومقتنع بيه او اجبر عليه، او كمان سنة الحياة ربنا سبحانه وتعالى الرزق وقف التوقيت ده فقعدوا يشغلوا اغنيه ما فيش اغنيه تانية ما فيش اغنيه تانية. ومعيطش ومعيطش ليه؟ الله ينور. ليه بقى؟ ليه؟ عشان انت كنت في نادي كبير عظيم صاحب خير عليك، وهيحصل في يوم من الايام اللي انت مش هتبقى موجود. اه الوقت ده عشره، ده بيبقى غصب عنك عشره ومواقف، مجرد ما بتتعرض قدامك انت بتضعف. بس فدي القصه اللي بتخلي الواحد ممكن. مدام اسماء، ليكي اصدقاء في مجال الكوره، انا عارف كريم بعدك شويتين لكن رحتي لبعض الوقت، بنيتي صداقه هناك ولا ما فيش خالص مع بعض زوجات اللاعبين؟ لا خالص. يعني ممكن اتقابلت مع شخصيات مش كتير، بس ماليش ان انا اتكلم او الكلام ده، لا فيش اجتماعيات مع معايا. انت قلتي من شويه ان كريم قريب اسري، بيتعامل ازاي مع، اكيد استشار مدام باخد قرار صعب، كل الناس والده ووالدته والده حضرتك والدك قالوا له ايه؟ هما كلهم كانوا حزنانين في موضوع القرار دوت حقيقي، لان شايفين ان كريم لسه يعني لسه قدامه سنه سنتين مرتاح جدا. بس طالما القرار دوت نريحه خلاص مفيش اي مشكله. بس تحديدا ولاده واسريا بيعمل ايه مع ولاده او بيتعامل معاهم ازاي؟ هو يعني اب جدا جدا، صديق جدا جدا، ممكن يوصل كمان لمستوى جوري ومليكة في اللعب والهزار والكلام ده، فهم فعلا متعلقين بيه جدا وبيحبوه جدا، يمكن اكتر مني كمان. بتغيري عليه؟ بتغيري منهم خصوصا البنات؟ لا خالص خالص بجد. نعم والله بتغير. والله بتغير. جوري بتغير منها وهي بتغير من جوري. من جوري انا مصدق الكلام. والله بيغيروا من بعض. بتقول لي انت سلمت عليها وبصها وما سلمش عليا. والله العظيم تقول لي كده. ده الغيره بهزار، مش هي الغيره في الافوار ولا حاجه. طب اسالك سؤال بس تقول لي بصراحه، تمام؟ بتتكلم بجد مش هزار. ايه؟ رومانسي؟ اكيد كل واحد فيه على فكره. يعني ممكن يجيب فجاه كده يدخل تلاقيه ماسك بوكيه ورده اللي ملوش في الكلام ده؟ بطيخ. لا لا انا مفيد بقى، يعني بطيخ موز كده يعني. معلش في موضوع فقط الورده، ممكن شوكولاته. احنا كنا عاملين فقره قبل رمضان، كنا بنشوف البدايه هتبقى عامله ازاي. كنا عاملين في عندنا في النادي الاهلي كده، كريم انت عارف، من الالعاب الجماعيه لكل حالات زواج كتير، اكتر تعدى الحاجه و20 زوج وزوجه اتجوزوا لاعب كره سله اتجوز لاعبه كره يد او العكس او فولي. الطايره نفس الموضوع. فعملنا قصه حب اهلاويه، كنا بنجرب لانها كل الناس بتتكلم معانا وكل عايز يبقى موجود، وكانت جميله جدا. حضرتك ما لعبتيش جوه النادي الاهلي، خلينا متفقين على كده ونقول الصراحه. بس طب ما نخليها قصه حب اهلاويه عشان جوزك نجم كبير جوه النادي الاهلي. تمام جدا. انا عامه بحب الاهلي جدا. هنتكلم على ده، بس قصه الحب ابتدت ازاي وفين؟ ده بقى هسيب لكريم الموضوع ده. طب القصه البدايه ابتدت فين؟ هو البدايه انا عندي، هو كان ما كناش جيران او ما كنتش بشوفها قبل كده او حاجه. هو اللي حصل ان انا ليا اخت، المفروض ان هي اخت جوزها تبقى صاحبه مامه اسماء. تمام. فعرفوا ان كريم بيتجه دلوقتي انه بيدور عايز بقى يتجوز وكده. فحصل زي ايه مقابله كده في موقف عائلي، كاننا مثلا معزومين بره على الغداء عند ناس قريبه مننا وكده، وقعده اجتماعيه عائليه ما فيش فيها اي كلام. كنتوا رايحين المفروض عارفين اسماء مش عارفه، انا اللي رايح هو عارف. بيقولوا لي هي دي ما قالوا خليني امشي معاكم بالتفاصيل. ما هو اكيد والدتها عارفه، بس طبعا بذكائي. والدتها عارفه. والدتها عارفه. بذكائي بعد 5 دقايق بالظبط عرفت. بجد والله؟ طبعا. ايه اللي حصل؟ إيه؟ عايزين ادق التفاصيل. اللي حصل ان انا قاعد مركز معاها. طب وعايز اشرب شاي وبطلب منها، في مثلا 12 واحد قاعد. فاكيد هتفهم. ومامتي عماله تبص لها واختي عماله فيا جماعه في ايه؟ هي في ايه؟ ده عريس يعني؟ طب ما تقولوا عريس، انتوا عاملين الفيلم ده ليه؟ بس فطبعا مقابله في الثانيه قررنا ان احنا، ما خلاص المقابله كده الاولى في نصها تعرف. النص الثاني، الثانيه على طول كانت قرينا الفاتحه واحنا قاعدين واتفقنا على كل حاجه. قلت نخطب سنه ونشوف الدنيا فيها ايه. بعد 6 شهور قلت لهم لا هتجوز الاسبوع اللي جاي.
الاسبوع الجاي؟ الاسبوع الجاي كمان على طول 10 ايام بكتير. يوم الاحد بيقول لي يا اسماء انا خلاص رايحه احجز القاعه علشان كاتب كتاب. قلت له اوكي. فهو بيحجز القاعه قال لي خلاص تعالي نخليها في فرح. يعني يوم الاحد الاحد اللي بعديه على طول. كده لوحديكوا تتكلموا ولا في الفتره بتاعت الخطوبه؟ هو والدها متدين شويه وانا هعترف على الهوا دلوقتي. هو متدين جدا. ايوه قول. وقال لي على الخطوبه مفيش خروج. قلت له حاضر مفيش مشكله. هي كانت في الجامعه بصراحه رحت لها مره وعزمتني على نسكافيه. انت كويس اللي انت وعارف 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 بعديها اعترفنا له في قعدناه كده. كويس كويس اللي انت اعترفت على الهوا. فخلينا نعرف من والد اسماء. برحب بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا. استاذن حضرتك بس يعني توطي التلفزيون لو مفتوح عشان حضرتك تعرف تسمعني واسمع. السلام ورحمه الله وبركاته. اكيد بنرحب ومسهرين حضرتك. معلش بس كريم قال كلام مهم جدا. انا بساله اكيد حضرتك كنت سامعنا وانا وردته وقلت له قال لي الخطوبه فقال لي والد اسماء متدين جدا. فعملت ايه؟ كنت بتخرجوا ولا ايه؟ قال لي لا اتفقنا من الاول ما فيش خروج. بس قال لي بصراحه اعترفنا له بعد كده. الكلام ده حصل ولا لا؟ ايوه مره واحده. انا بصراحه كان كل ما بيجي زياره كده كنت بقفل عليه شويه. كان بيحبسني في اوضه. انا اقول لهم هاتوا العصير هاتوا الشاي وحاجه ساقعه. ازيك يا كابتن كريم كده يعني. وبعدين؟ عشان ما يخرجوش يعني عشان يقعد معانا في البيت ما يخرجوش. طب بامانه كريم قال حاجه ممكن ما بتحصلش كتير. في البعض بيحصل له نفس الموقف. قال لك رحت في الزياره عشان اشوفه وناخد قرار. حضرتك اول ما شفته كان الانطباع ايه عند حضرتك؟ بالنسبه لكريم انا طبعا انا ما اعرفش على فكره اللي هو كان يعني بيلعب في النادي الاهلي. ما قلتلهمش يعني اول ما جه اتقدم لاسماء بنتي. لان انا يعني مش رياضي يعني مش مهتم بالرياضه قوي. فما اعرفش اللي هو يعني في النادي الاهلي بيلعب وبتاع. بس طبعا لما قعدت معاه انا قيمته شخصيا واخلاقيا وبتاع. فعرفت اللي هو راجل يعني مناسب اللي هو يكون زوج لبنته. ما تقول لنا الحاجه التقييم الشخصي. اصل هو نزلوا من البيت جم قعدوا في البيت شرب الشاي شرب نسكافيه وماشي تمام. اللي ما بينكم وما بين بعض في الكواليس قلتوا عليه ايه؟ شبه ممثل تركي. اللي هو يعني اخلاقه كويسه وواضح اللي هو شخصيه كويسه وشخصيه محترمه. طيب وبعد كده بقى لما جالي بقى الزياره الثانيه بقى قال لي انا لاعب في النادي الاهلي في اليد وبتاع. قلت له اهلا وسهلا انا وافقت عليك غير ما اعرف ان انت لاعب في النادي الاهلي. وبعدها ابتديت تتابع كريم في كره اليد. مش هكلم حضرتك. اتفضل. بدات اهتم بقى واتفرج بقى. لقيت نفسي بقى بتفرج بقى على النادي الاهلي ومتابع بقى المباريات بتاعته وكده. حضرتك كنا بنتكلم من شويه كريم اكيد ليه تاريخ كبير جدا في عالم كره اليد. كابتن من كباتن النادي الاهلي اللي ليهم تاريخ كمان كبير. قرار الاعتزال من وجهه نظر حضرتك شايفه ازاي؟ والله انا لما عرفت صراحه ان هو اعتذر انا زعلت. يعني انا كنت زعلان حتى وكنت بقول لهم في البيت يعني وبتاع انا مش عارف هو كريم ليه خد القرار دوت واعتزل. يعني هو ما شاء الله بيلعب كويس وما شاء الله يعني. بس مش عارف لما قابلته قال لي والله انا خدت القرار واحنا محققين بطولات وانجازات وبتاع. فانا شايف ان دوت وقت مناسب اللي انا اعتزل. طبعا كان قراره هو بالنسبه له يعني طالما هو خد القرار ده وشايف ان هو ده الوقت المناسب فيبقى هو ده القرار يعني. لان هو غالبا يعني ما شاء الله انا بحترم فيه الحته ديت يعني. يعني لما بياخد قرار بحس فعلا ان بعد كده بعرف ان دوت كان قرار مناسب اللي هو خده. استاذ مدحت والد زوجة الكابتن كريم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومسهرينك معانا. معلش كابتن كريم هنرجع لموضوعنا. الحمد لله اقتلعتوا اللي انتوا بتقولوا الحقيقه. الحمد لله. من اغرب الحاجات اللي حصلت معايا وكانت كوميديا جدا جدا واتفاجئت بيها على هو كابتن حمدي بقى كان عمال بيحكي وفي انت عارف الكابتن طه الغنام كابتن حمدي الصف صافي ودخل قال لا اسمع بقى الحقيقه اللي عندي ودخل كان وقال كلام بصراحه كانت من اجمل الحلقات. فانتوا طلعتوا بتقولوا كل حاجه بالظبط. احكي لي بقى السيناريو. رحت اول قعده مشيت وما قلتش اللي انت كريم اللي هو اللي بيلعب في النادي الاهلي كره. المره الثانيه بقى كانت بعدها بكتير.
لا بعديها اعتقد في خلال شهر يعني 6 أسابيع كده، هو الشيخ مدحت سالني قال لي انت بتشتغل ايه؟ ما سالنيش سؤال تاني، قال لي انت بتشتغل ايه؟ انا قلت له بشتغل في اداره الاعلام في شركه بترول اسمها كذا كذا. قال لي ماشي، عندك شقه؟ قلت له اه عندي شقتين. ماشي ادينا اسبوع وهنرد عليك. فعلا بعت لي الرد مع يعني والدتها مع اختي ان هم موافقين وتعالى بقى ونتكلم في التفاصيل، ورحت وعملنا الميعاد الثاني ورحت. بمنتهى البساطه يعني. هرجع اسالك في بعض التفاصيل عشان ما نخرجش من الموضوع ده، مهم جدا نعرف قصه الحب الاهلاويه دي، لكن نطلع لتقرير عن فريق كره القدم ونشوف الجماهير قالت ايه، وبعدها فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن كريم وزوجه الكابتن كريم السعدني.